ذهبت أمي إلى المحل التجاري مرة أخرى، اشترت نصف خبز وكذلك بسلة وحليب وطحين وبصل. مرحبا. طيب كده يا مسوخارك في السلطة، تضع أمي مقرمشات في السلطة، يكفي وبعد ذلك سنقلب بالملعقة وسنضيف مايونيز. طيب مايونيز ده في مايونيز. الآن سنأكل فطائر بالجبن والخضروات. الآن سأحضر فطائر هنا بهذا الشكل. نحتاج إلى كوب الحليب وبيضة واحدة وسكر وطحين وزيت، زيت عباد الشمس، وكذلك صوديوم ومسحوق كاكاو. وأيضا نضيف قليلا من الملح. الآن سنرى كيف حال بانكيك ودعك. إن شاء الله سيكون لذيذاً. أمي شهية طيبة. شكرا بكزات. دعكو جوجاك. شكرا. أمي ماذا طبختي لأخي ماكسيم؟ ما هذا؟ мясо индейчина, овощи, лахм картофля, вахудрават, бататы, сваджазар, чеснок, сум, шахия тайба, и салатик. Ва айдан салата. كما تتذكرون هنا مقرمشات وكرنب وخضروات أخرى، ذرة وعصي السلطعون وبصل ومايونيز. بدأنا نأكل خضروات كثيرة. في فصل الصيف سنزرع الخضروات بأنفسنا. طبعا هذه الخضروات اشتريناها. الآن سأفتح الفرن لأرى إذا كانت الكعكة جاهزة.
ما شاء الله جميلة، أظن أنها جميلة ولذيذة. وهنا أيضا هذا مضحك جدا. قد تسألوننا لماذا في فيديوهاتكم كثير من الأطباق ودائما تطبخون، دائما تصورون في المطبخ؟ هناك أسباب كثيرة، من بينها الطبخ هو جزء من الثقافة الأوكرانية، لذلك غالبا ما تلاحظون أن الأوكران يعني بدناء، جسمهم بدين قليلا. وهناك سبب آخر، أسرتنا كبيرة، نعم، ولكل فرد من أفراد أسرتي أذواقه ويجب أن نلعب بهذه الأذواق. نحضر طبقا معينا لأخي الكبير مثلا، نحضر طعاما طبقا آخر لأبي وطبقا آخر لي ولأمي، يعني كلنا نأكل أشياء مختلفة، لذلك يجب أن نحضر كثيرا. هكذا أمي اقطعي من هذه الكعكة قليلا وتذوقي وقولي لي إذا كانت لذيذة أم لا. إنني كنت أجتهد. سلقت أمي خشاف بالأوكرانية، بالأوكرانسكي كومبوت. كومبوت خشاف الكرز والحبوب. انظروا، شكرا جزيلا. عندنا بستان شجيرات مع الحبوب، ونحن نقطف الحبوب والفواكه ونثلجها لفصل الشتاء في الثلاجة.